صباح الخير عليكم. احنا النهارده بنكلمكم على جهاز الهولتر كونتك 48 ساعه. الجهاز ده حاصل على الاف دي اي ابروفل، وده اعتماد امريكي للاستعمال على المواطن الامريكي. الجهاز مزود بشاشه عشان عرض الاي سي جي وبريفيو قبل التسجيل عشان اتاكد ان انا مركب كابلاتي سليم وصح. الجهاز بيوصل وبيشتغل بكابلات ديتاتشابل، يعني مش كابل واحد، لا كل ليد لوحده وكل ليد ماركت على الجهاز، على جسم الجهاز نفسه. وده بيخليني اقدر استخدم سعر كابل رخيص. لو الكابل استهلك بقدر ابدله رخيص. بيشتغل ببطاريتين قلم عاديين يسجل لغاية 48 ساعة بيهم. الجهاز ريجيت، جسمه قوي مقاوم للصدمات، عليه ضمان 3 سنين شامل قطع الغيار. بيجي معاه الكابلات دي، وهي دي كابلات الليدز بتاعته، ولما بيحصل فيها اي تلف انا باخد طقم كابلات تاني. طقم الكابلات التاني اقدر استخدم منه الليد التالفه، يعني لما بشتري طقم 5 ليد ما بستخدمهمش كلهم، بقدر استخدم منهم الليد التالفه بس، ويقدر يعيش معايا فتره طويله. الطقم كمان سعره رخيص جدا. الجهاز بيجي معاه الجراب والحزام الوسط وحزام للكتف للسمان عشان اللي ما يقدروش يشتغلوا بحزام الوسط. ودلوقتي هننتقل للخطوه بتاعه شرح السوفت وير، امكانيات التحليل الخاصه بالجهاز. اول زرار عندي هنا هيبقى التمبلتس. التمبلتس اللي هي الفنتريكولار اكتوميكس، السوبر فنتريكولار، النورمال تمبلتس، والليت بوتنشال، والاف لغايه الزيرو، الاو اللي هي الارتيفاكتس. هنا انا اقدر اختار a lot of templates وانقلها just drag it لحاجة تانية، نقول مثلا ليت بوتنشال. فانا كده بنقل اللي انا عايزه. اقدر كمان اختار select all، واقدر اختار دي select all، واقدر اختار مجموعة وادوس select inverse اللي هو تاني زرار، هيختار لي الباقي ما عدا دول وانقلهم من حتة لحتة. هنا كمان عندي زراير اقدر اعلي السيجنال لفوق، انزلها لتحت، اجيبها يمين اجيبها شمال. في التمبلتس اقدر اكبر السيجنال او اصغرها، اقدر اضيف الساعه على كل تمبلت، والتمبلت دي دقيقه بدقيقه. تمام. بعد كده بدخل على الاوردر ريبلاي. الاوردر ريبلاي بقى اللي هو بيجيب لي الفول ديسكلوجر، كل رسم القلب اهو قصادي، بيجيب لي الايفنتس اللي حصلت سوبر فنتريكولار الكتروكس. طيب الايفنت ده مثلا عاجبني وعايز اطبعه، بروح دايس عليه دبل كليك واقول له سيلكت الايفنت ده تو برنت، ده كده هيدخل في الريبورت للطباعه. وانقل الايفنت اللي بعديها اقول له سيلكت تو برنت. طيب الايفنت ده مش عاجبني وعايز انقله لحاجه ثانيه، بدوس كنترول على الكيبورد وادوس بالماوس على الايفنت، بيعمل هايلايت كده واقول له ودهولي نورمال. فالايفنت بيتنقل من هنا مثلا لنورمال او لاي اف او لارتيفاكت زي ما انا عايز. بدخل بعد كده على الفنتريكولار اكتوبكس نفس الحكايه. هنا الاس تي اي والاس تي دي. اس تي اي اللي هو الاس تي اليفيشن او ديبريشن، لو في بيظهر لي هنا اهو، بدوس اوكي بيظهر لي. ونفس الحكايه في الديبريشن، مثلا عندنا اهو اس تي ديبريشن، بدوس اوكي بتظهر لي. عايز اطبعها بضيفها في الطباعه، عايز اختارها واخليها اكس، يعني مفيش ديبريشن ولا حاجه، بلغيها. others. الاذرز ده بقى الاس دبلت، البايجيمني، الترايجيمني، التاكيكارديا، فنتريكولار تاكيكارديا، دبلت، بقدر اختار اي حاجه منهم وبنفس الطريقه، يا اما اقول له اطبعها يا اما اقول له انقلها. بعد كده الار ار بوز، بعد كده بعمل ماكسيمم هارت ريت وكونفيرم اللي انا عايزه از ماكسيمم هارت ريت. يقول مثلا ان انا هكونفيرم دي، بقول له كليك يمين كونفيرم از ماكسيمم هارت ريت، بتطلع فوق. وبعدين مينيمم هارت ريت، واختار اقل نبضه واقول له كونفيرم از مينيمم هارت ريت. بعد كده بدخل على الايه الهارت ريت فاريبيليتي. هارت ريت فاريبيليتي ده بيجيب لي 5 مينيتس هارت ريت فاريبيليتي زي ما احنا شايفين، 1 اور هارت ريت فاريبيليتي، واقدر اختار الاور اللي انا عايزها، ار ار انترفال، ار ار ديفرنس، interval point of care, point of care difference, frequency domain graph, 3D graph على frequency domain او all graphs مع بعض. اقدر اطبعهم من هنا واقدر ادخلهم اطبعهم من التاني. بعد كده بفتح الريبورت. في الريبورت ده
انا اقدر اعدل الهارت ريت والافريج واقدر اعدل التوتال بيتس واقدر اعدل زي ما انا عايز فيه واكتب بعد كده الانتربريتيشن اللي انا عايزه اقدر اشوف السليب تايمز اللي العيان نامها واديتيف اناليسيس لو في فلاتر لو في فلاتر فيبريليشن او في بيس ميكر راكب بيجي لي الداتا بتاعته كلها هنا فاهم بقول له اوكي بعد كده بدوس على الزرار اللي بعده اللي هو السيلكت بريد في الزرار ده هلاقي انا عايز اطبع ايه في الريبورت انا بطبع ريبورت اريزميا اس تي تيبل لو في براديكارديا فلاترز بيسنج واتس ايفر اقدر اختاره للطباعه واقدر اختار للطباعه الهارت ريت فاريبيليتي ترندز دي الايفنتس اللي انا اخترتها عشان تطبع معايا مجرد ما بدوس على الزرار ده بتتنقل وتبقى جاهزه للطباعه اقول له اوكي وبعدين اقول له برنت بريفيو في برنت بريفيو اقدر اتفرج على الريبورت بتاعي قبل الطباعه وبعد كده اقول له برنت واختار البرنتر وانطبع وبكده ابقى حللت الهولتر بالكامل.